تأكد على المقاربة الترابية ستكون حاضرة نظمت جمعية اتحاد المبادرة التنموية ببعنان دورة تكوينية بمدينة وجدة حول إمكانيات المرافعة لتحسين ظروف ولوج المرأة للخدمات الصحية بإقليم فيغيك. وقد شارك في هذه الدورة مجموعة من الفاعلات والفاعلين الجمعويين من مختلف مناطق الإقليم. كما عرفت الدورة حضور وزير لشخصيات منتخبة تقدمهم رئيس المجلس الإقليمي السيد حميد شايع، حيث كان الخبير الجمعوي السيد محمود عليوة مؤطرا لهذه الدورة التي عرفت تفاعلا كبيرا بين الحاضرين بتدخلاتهم المتنوعة والمختلفة والتي يصب مضمونها حول إمكانية تحسين القطاع الصحي بالإقليم، طالبين برفع عرائض للجهات الوصية على القطاع من أجل تشييد مستشفي القرب لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بالإقليم وتسهيل ولوج النساء للمستشفى خاصة الحوامل منهن، وكذا تمكين المواطنين من هذا الحق الذي يخوله لهم الدستور. المتابعة لمنبر 24. عبد الله الدوي عضو اتحاد المبادرات التنموية بوعنان. المشروع الذي نحن بصدده الجانبي يتعلق بالمرافعة من أجل تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية بإقليم فيغي، وقد سبق أن أنجزنا الشطر الأول، واليوم أن نشرع في إنجاز الشطر الثاني، وهو عبارة عن موائد مستديرة ودورات تكوينية ولقاءات مع رؤساء الجماعات المعنية والمستهدفة بالمشروع. وخلال هذه اللقاءات سيتم تقديم مذكرة وعريضة نحن الآن بصدد بلورتها وصياغتها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالقانون في القانون المنظم للعربي. كما صاحب غروة فاعلة جمعوية خلال هنا يبقى أننا نشكل هذا الموضوع اللي هو ولوج النساء للخدمات الصحية بإقليم فيغيك. اكتشفنا الإقليم ديالنا كيعاني من عدة مشاكل، وأول مشكل هو الصحة. اكتشفنا لي فونسات ما كيلقاوش ترونسبور، ما كيلقاوش لي جينيكو في المستشفى الإقليمي باش أنهم يديروا هذه الخدمات الصحية نتاعهم. وكنتمنى إن شاء الله يكون ينجح لهذا الموضوع هذا، وإن شاء الله كنتمنى زعما هذا الشيء اللي كيطلبوا به لي فام اونسان تلقاوه تما. وكنشكروا بزاف الناس اللي شهروا على هذا الموضوع هذا. السلام عليكم. أولا معكم أسامة الرباع، فاعل جمعوي مدينة بوعنان. نحن اليوم في إطار واحد دورة تكوينية من أجل مذكرة ترافعية من أجل الحق في ولوج الصحة، في ولوج نساء الخدمات الصحية. هذا المشروع هذا اللي حملاه اتحاد المبادرات المجمعية اتحاد المبادرات النووية بوعنان، كيهدف ثلاثة ديال الجامعات اللي هي تاسينت بني جيت بوعنان بإقليم فيغيك. الهدف ديال هذا المشروع اللي هو الترافع من أجل ولوج النساء الخدمات الصحية، الحق ديال المواطن في الخدمات الصحية. كنوجدوا مذكرة ترافعية من أجل الترافع على المشاكل الصحية بالإقليم، اللي منها الولوج ديال النساء، منها الضعف ديال التجهيزات، منها لا دوطاسيون ديال الدواء ما كايناش، منها الأطر الصحية والأطباء ما كايناش، كذلك الأطر التمريضية ما كايناش. يعني هنايا حنا حاليا بصدد تأسيس هذا التحالف قمنا بمجموعة من الدورات السابقة منذ فترة الحجر الصحي أديستون، وحاليا بمدينة وجدة نحن في إطار تأسيس هذا التحالف المدني. وهذا البرنامج هذا باش نعرفوا به هو ممول من طرف إينوكس الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الجمعية ديال اتحاد المبادرات النموية. وشكرا، نتمنى تختتم إن شاء الله مزيد من لقاءات أخرى عندنا إن شاء الله باش في إطار اللقاءات الثنائية وباش نزيدوا نفهموا هذا المشروع. غادي يهدف غادي تأسس التحالف المدني، وغادي تكون عنده واحد لقاءات ثنائية مع المندوبين ديال الصحة ولا كذلك الولاة ولا كذلك العمال اللي كاينين. السلام عليكم. سلمى الكات، فاعلة مدنية. أولا كنشكر جمعية الاتحاد المبادرة النموية اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نحضروا لهذه الدورة التكوينية.
حول موضوع تحسين وجود المرأة في الخدمات الصحية. صراحة الموضوع جد مهم، كنحييها على الالتفات اللي دارت في هذا من ناحية هذا الموضوع اللي مهم. حقاش الجهة الشرقية كتعاني من بزاف الخصوص. متنساوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.